أنا حقيقة كان شعاري منذ أن توليت وزارة العدل بأننا لسنا سيوف مسلطة على الناس بل أقلام مسخرة لخدمتهم، هذا ما تعلمناه. هذه أيضا توجيهات سمو سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي أصدقك القول يعني وجدت أن هناك تمييز في المنافذ الحدودية. فمثلا المطار لدينا يعني جهاز للمغادرين في حال عليهم رسوم أو منع سفر أو إجراء، بينما لا يوجد ذلك في المنافذ البرية، وهذا بالنسبة لي لا يجوز أن يكون أمر طبيعي، هذا غير طبيعي جدا. ويجب على المواطنين عندما يعني يكون هو وأسرته مسافر للعمرة وغيره عبر أحد المنافذ الحدودية أن يجد الموظف بانتظاره لإنجاز معاملته، لا العكس. يعني لا يفترض أن يرسل المواطن إلى مطار دولة الكويت مثلا في العطل حتى يخلص هذه المعاملة ويعود مرة أخرى إلى المنفذ الحدودي. وبالتالي هذا السبب الرئيسي. خاطبت ديوان المجلس الخدمة المدنية منذ شهر مارس الذي مضى، وبالتالي أيضا كنت في اجتماع مع معالي وزير المالية قبل أسبوع وتحدثنا في هذا الموضوع، ويعني أشار معالي بأن سوف ينجز هذا القرار بالقريب العاجل، لأن يعني أنت تعرف والكل يعرف بأن موعد السفر قد يعني قرب، وبالتالي هذا واجبنا لخدمة المواطنين والمقيمين أيضا في المنافذ الحدودية.